خلاف طوله في منطقه العمليات الراسيه، سرعه كبيره على الكره، سرعه كبيره على الكره، اولى اهداف المقابله لصالح نادي سابق قناه الريف. الدوايه الدوايه دربكه كبيره في منطقه العمليات، سرعه كبيره في منطقه العمليات امام الدوايه، قوه بقوه كيسددها دفاع ما عندوش الفرصه، وسابق قناه اكيد تسجيل في الدقيقه الرابعه من المقابله عن طريق اللاعب الدوايه سامعي. لاعب رقم 6 يحول عند الياس جواد، او عند لاعب رقم 7 سعد اليوسفي. اليوسفي مباشره، قويه مباشره، قويه مباشره من سعد اليوسفي. سعد اليوسفي كيسدد مباشره، الحسن اكي حاول يتصدى ليها، الحسن اكي حاول يتصدى ليها لكن فتات من اليد ديالو. وحسنيه سيدي سليمان كيعدل النتيجه، هدف مقابل هدف ما بين حسنية سيد سليمان ونادي سابوا القناة الأري. حميد غادي تسدد مباشرة، قلت لكم غادي تسدد مباشرة، قلت لكم غادي تسدد مباشرة، لكن يقظة يقظة مستمرة من كريم الحوسي. طولة خلاف عند خلخال، وضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح سابوا القناة الأري لحكم المقابلة. احتجاجات قوية من جانب لاعبي حسن سليمان، لكن الحكم الحوثي مدي الثاني لصالح سابق قناة عن طريق مدي بن جابر، الثاني لصالح سابق قناة عن طريق مدي بن جابر. ضربة جزاء قوية مباشرة بقوة يسارية قوية في المرمى في الزاوية البعيدة على الحارس كريم الحوثي، وسابق قناة كتقدموا هدفين مقابل هدف على حساب حسنية سيد سليمان. وتنظن ما سمعت شي واحد ما تيقولش، تيقول بان المجلس ما حضرش، لان الحمد لله هذا العام كل شيء شايف على عينه، لان اصحاب السلبيين راه موجودين، ولكن الحمد لله الايجابيين اكثر من السلبيين. واول البدايه ديال المجلس انه اول مره في تاريخ المجالس بانه اعطى اكبر نسبه ديال المنح للفرق الرياضيه في القنيطره، لا من حيث الكيف لا من حيث الكم. الناس اللي كانوا تياخذوا 2 مليون ولا تياخذوا 10 المليون، حنا ما درقسناش 12 عام في المجلس، حنا يلاه 6 شهور، والحمد لله في 6 شهور شفتوا بزاف د الحوايج على عينيكم اللي ما شفتوهاش هذه مده كثيره. الحمد لله جينا حنا باش نساندوا الفريق ديالنا ماديا ومعنويا، والحمد لله اللاعبين لعبوا مباراه كبيره واستحقوا انتصار. حنا حتى حنا كجماعه تنساندوا هاد الفرق ديالنا، تنضامنوا معاهم، وبغينا كل الخير للفرق الرياضيه للمدينه المدينه القنيطره، ونطلبوا الله فرق اخرى حتى هي تحلو هاد الفريق ديال كاكسبو. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا باسم الجماهير القنيطريه جو فيليسيت دو تو مون كور فريق سابو في شخص رئيسي السيد حكيم دومو على التأهل للقسم الثاني هواة، مزيدا من التوفيق ان شاء الله. هذا غادي يزيد بالمدينه ان شاء الله القدام في الميدان الكروي ان شاء الله، ويخلينا نبينوا طاقات الصداع بزاف، نبينوا طاقات ونستافدوا منها لتطعيم الفريق الاول للمدينه فريق نادي القنيطري، وبالتوفيق للكره القنيطريه في قادم المواعيد. نخصموا على راس المسا حكيم دومو واللاعبين اللي واللاعبين اللي ضحاوا بالغالي والنفيس وبوقتهم وصحتهم وساطعوا، هذا مجهود ساطعوا يحق الصعود، هذا مجهود ديال سنه كامله ديال التدريب، لانك تلازمتهم وكنت كنراقبهم من بعيد، لانه هو من الصيف وما كيترينيو، وهذا الا ما ياتي الا بالنجاح ديالهم. وكنشكروا جميع المكونات ديال الفريق سبو على التضحيات ديالهم اللي حطوا الهدف ديالهم هو الصعود، وبالفعل حقوا الصعود ديالهم، ومبروك عليهم. هذه هي الخطوه الاولى، باقي خطوات اخرى باش يثبتوا الرجل ديالهم في قسم الهوات ان شاء الله بحول الله. وشكرا لقناه الفجر. كما قلت في التصريح السابق اننا احنا في مدينه القنيطره، القنيطره هي الاصل، القنيطره تستحق الافضل، القنيطره تستحق سبو باش تكون في مراتب عليا، وبغينا نشوفوا حتى النادي القنيطري ان شاء الله في القسم الوطني الاول. هذه بشرى، نتمنوا افرح اخرى لمدينه القنيطره، وحنا كنا في المعارضه او كنا في تسير، اليوم احنا مع مدينه القنيطره، ومدينه القنيطره تستحق الافضل.
هاد الصعود تنهديو لساكنه القنيطره، الرئيس ديالنا هاد المجلس، السيد العامل، الاقليم، لساكنه القنيطره كلها. حنا ولاد القنيطره، وليدات القنيطره، كل واحد منين جا، من الساكنيه، من بافات، من الخبازات، من ولاد وجيه، من بير رامي، كل واحد منين جا. وكلهم هانتوما شوفوا الوجهات، كاين اللي مزيود في 2000، هذا مزيود في 2005، هاد الماركه مزيوده في 2005، هذا 2003، هذا 2002، هذا 2001، هادو وليدات قنيطره صعدوا. وهدايا تنهديو لمدينه قنيطره، تنشكروا المجلس ديالنا، لاله فاطمه والسي البوعناني والسي البحناي اللي جاو، والسي بلمقيسي رشيد بلمقيسيه، والسي احمد الهيقي اول المدير ديال الفئات الصغرى ديالنا، راه تيتهلا في يديه ربي. وشكرا. الحمد لله كنشكركم بعد اول حاجه سي عمر، لا انت لا الخوت اللي جاو ساندونا من قنيطره وجاو تعذبوا، والرئيس مجلس البلدي حتى هو. وهاد الطلع كنهديو للجماهير القنيطريه اللي مشتاقه لهاد بحال هاد التتويجات، واخا تكون ستكون صغيره ولكن كتكون كبيره بكل شيء ديالها. الحمد لله كنشكروا الرئيس اللي وقف معنا وحطنا داكشي كاع اللي كنا كنطلبوه وكنتمناوه باش نحققوا هاد الصعود هذا. والحمد لله كنشكروا جميع القنيطريين، وكنهديو لهم هاد الصعود هذا وهذا الراس هذا، من نهار ما بقيت تنبوسو خطاتني والله عبدك بعوض. الحمد لله، مبروك علينا كاملين، مبروك على الساكنة القنيطرة اللي دعمتنا، دخلنا لكم مونتير بارطاج، تبارك الله. الدراري البارح شافوا داكشي، الصباح قلنا لهم صافي راه الناس معاكم، قنيطرة كاملة معاكم، راه مدينة كتسناكم. هادشي جا نعمل طيط الموسم، الرئيس يوقف لك كبيرة وصغيرة، اللي خصاتو شي حاجة جميع حيت على فمك موجود الحمد لله، ولكن من ماله الخاص. الدراري خصهم الدعم شويه، ومبروك علينا كاملين الصعود. مازال الخدمه عادت في داب، دابا عاد بدات الخدمه، حتى الدراري ولات 2004 2005 2003 الدراري صغار الحمد لله. نتمنوا فرق تولي فرق اكثر من وكف قنيطره، نبقاو غادي للامام. وهذا الشيء جا شنو نقول لك، الدراري صغار وعندهم ثقه. حنا تحملنا الضغط، انا وحمزه العظامه والسي ابراهيم، قلنا لهم الا خسرتوا حنا اللي خسرنا، ربحتوا نتوما اللي ربحتوا، خصكم ديروا شي حاجه تبقى تذكركم بها المدينه. والحمد لله الدراري ما الا شافونا حنا مخلوعين راه يتخلعوا، شافونا حنا اليز، واخا كان عندنا ستريس نبينوا لهم حنا راه ما كاين والو، حتى تندخلوا لي شومبر عاد تنهضروا. والحمد لله الدراري صغار خصهم عنايه. الحمد لله حنا حضرنا، كنا الحمد لله واجدين، حضرنا بدنيا اول حاجه، حضرنا ذهنيا عن طريق دي غيونيون تكنيك، انا والسي عبد السلام والسي امين، كنحاولوا كنوصلوا للعاب كنقولوا له باللي واخا نكونوا خاسرين نبقاو ذهنيا مزيان. وهذا الشيء اللي ان شاء الحمد لله هذه ثمره جهود. كنشكروا رئيس الفريق السيد حكيم دومو اللي وفر لنا كاع الظروف، كنشكروا جماهير القنيطريه اللي ساندتنا لا من بعيد ولا من قريب. وكنوعدوا جماهير القنيطريه انه غيكون عندنا فريق شاب ان شاء الله العام الجاي اللي غينافس عرفتيني على الصعود ان شاء الله في الهوات. هذا الشيء اللي بغينا، شي قنيطره لا تعاوننا راه ما يقدر عنا اللي خلقنا. راه كنا حنا ما تفرجناش شي ناس ولكن تيعاودوا لنا، راه الكره كانت تجي من هنا، راه كانت 11 جلسه و11 لاعب. علاش ما نتعاونوش بعضياتنا في راي كاملي؟ الا طلعت الفرقه وطلعت الكاك وطلعت الفرقه الكواكيب النهضه، راه اللي ما يلعبش في الكاك يلعب في كواكيب، يلعب في السبو يلعب هنا وتتبقى. علاش بنادم عايز يسافر ليا للمدن اخرى يلعب على 2000 درهم ولا ياخذها في مدينته ويقرا شي ديبلوم؟ الفريق الام ولا الفريق ديالنا الام، الفريق ديالنا الام نادي القنيطره. حنا حشومه، حنا ما كنرضاوش كنمشيو نتفرجوا ولا شي حاجه، نتفرجوا في نادي القنيطره في لازون ديال الهوات ولا شي حاجه. يعني فريق عريق، حنا علينا الشرف اننا ولاد قنيطره وشفنا نادي القنيطره في البريمير ديفيزيون. كنتمناو انه يصعد ويرجع للمكانه ديالو الطبيعيه، حيت ما يستاهلش هادشي هذا. وحنا راه ديما كنقولوا الفريق الثاني ديال مدينه قنيطره، راه ديما الفريق ديالنا الام هو نادي القنيطره. راه ما يمكنش، حنا راه 98 ديال سنتر في الكاك. اسمع الحمد لله راه كاك وراه دارت باش تكون دوزيام ايكيب ديال هو الفريق الثاني اللي عطى التاريخ. الرئيس وانت راه حاضر من المؤسسين انت والسي هشام، ما نساوش نشكروا السي هشام الدقيق اللي عاوننا حتى هو تليفون تيعيط وعاوننا ماديا ومعنويا، اطار وطني تيعاون الدراري لا في باراج لا من غير الباراج. اي واحد في قنيطره راه معروف، نشكروا من هذا المنبر السي هشام واي واحد عاوننا، ونشكروا كل شيء على الحضور بالنسبه لهذه الجماهير، الناس فعاليه المدينه كلهم. شكرا جزيلا، الشكر جزيل لكم انتم جزيل الفجر. وانا شكرا جزيلا. كنقول لكم كنبلغكم باش انت غتبلغ تنوب علينا الفريق ان جريده الفجر ستكرمكم يوم 3 جوا ان شاء الله بالمركز الثقافي خلال سهره في النيل. شكرا لكم كاملين، شكرا.